بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلابنا الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم في البارت الثاني من اللاب الأول الماسكو سكيل سيستم باثولوجي. في البارت الأول إحنا تحدثنا عن اللي هو شفنا السكن ليجنز والباثولوجي سكن باثولوجيز صور لها، وشفنا الأكيوت والكرونيك انفلاماتوري سكن ديسوردرز. في هذا الفيديو راح نبلش باللي هو الانفكشن ديرماتوسيس، الانفكشن تاعيت السكن. راح نبلش اول شيء باللي هو البكتيريال انفكشنز. البكتيريال انفكشن اللي بدنا نعرفها اللي هي اللي بيكون فيها المظهر هذا المظهر ايش بنسميه؟ هذا بنسميه اللي هو الهاني كومب كراستيشن. ماشي، الهاني كومب كراستيشن هذا بنشوفه في الامبتيجو هنا او هنا، تمام؟ وايش البكتيريا اللي بتعمل لي الامبتيجو؟ هون بدنا نعرف انها يا الستاف اوريس او الستريب ستريبتوكوكس، تمام؟ وعلى جرام ستين ايش بنشوفها؟ بنشوفها بوستيف، لانه الستاف والستريب هذول جرام بوستيف بكتيريا، دي بكونوا جرام بوستيف هيهم موجودين عندي. طيب الفنجل انفكشن اللي عندنا، الفنجل انفكشن بتعمل لنا اريثيما بهذا الشكل، تمام؟ اذا كان سوبرفيشال، ماشي، واذا كانت دي ممكن تعمل ألسريشن بهذا الشكل. الألسريشن هذا اللي عندي بكون فيه اللي هو رياكشن مميز مع اللي هو الفانجاي اللي هو الجرانيولوميتوس، عفوا هو الجرانيولوميتوس ريسبونس او الجرانيولوميتوس انفلاميشن. عندنا الجرانيولوميتوس ريسبونس او الجرانيولوميتوس انفلاميشن، بنشوف اللي هو الجاينت سيلز بهذا الشكل. هذا اذا اجتنا الصوره هاي مع اللي هو الصوره هاي، نحكي انه في عندنا ديب فانجل انفكشن، نحكي انه في عندنا ديب فانجل انفكشن. وممكن يجيب لنا الصوره هاي، هون احنا شايفين الفانجاي هايها بتكون برانشد بهذا الشكل. البرانشنج هذا للفانجاي، البرانشنج هذا او الكلتشر اللي احنا ماخذينه هنا او البيوبس اللي احنا ماخذينه هون، مستخدمين ستين معها. شو اسم الستين اللي نعرفها؟ اللي الجيمس ستين، هاي بنستخدمها مع نوع مميز من الفانجاي اللي هو الاسبرجيلس فانجاي، اللي هو الاسبرجيلس فانجاي. فبدنا نعرف اللي هو نوع الستين اللي هون اللي هو الجيمس ستين، نعرف اللي هو نوع الفانجاي هون عندنا اللي هو الاسبرجيلس، اللي هو الاسبرجيلس. طيب نيجي على الفروكا او الوارتس او الثواليل. صور الفروكا او الوارتس او الثواليل مميزه صراحه، تمام؟ هذول كلياتهم وارتس. هون ممكن يجيب لنا الصوره هاي، يسالنا مين الفيروس اللي بيعمل هذا الشيء اللي قدامنا، الفيروس اللي بيعمله اللي هو الهيومن بابيلوما فيروس، تمام؟ طيب لو شفناها تحت اللي هو الميكروسكوب شو بنشوف؟ نشوف التالي. اول شيء بنشوف بابيلوماتوسيس، بابيلوماتوسيس بنشوف الديرمال بابيلا هيك طولت صارت اكبر، تمام؟ وبنشوف اللي هو خلايا في الليجن هاي في الوارت، بنشوف خلايا بالشكل التالي، بتكون في عندنا اللي هو فراغ حوالين الخليه بنسميه البيري نيوكليار هالو، بيري نيوكليار هالو، فراغ هذا بنسميه بيرونيوكليار هالو. والخلايا هاي شو بنسميها؟ بنسميها كويلو سايتس، الخلايا هاي بنسميها كويلو سايتس، نشوفها داخل الوارت. شوف الوارت هاي ممكن تيجينا، ديروا بالكم ممكن تيجينا يسالنا ايش هاي، نحكي في الروكا او الوارت، بدنا نعرف اذا بالمارس او بلانتارس او فولجاريس، طيب او كوندايلوما اكيوميناتا اذا كان جينتال اريا، الفيروس نعرف انه هيومن بابيلوما فيروس. ممكن يجيب لنا الصوره هاي الجروس ويسالنا انه ان ذا هيستولوجي اوف ذا ليجن شود ان ذا بيكتشر وي كان فايند ويتش اوف ذا فولوينج سيلز، مين الخلايا اللي بنشوفهم؟ اللي هم الكويلو سايتس، اللي هم الكويلو سايتس، تمام؟ ديروا بالكم الصوره هاي ممكن تيجي لحالها، الكويلو سايتس فيها مميزه هون سهل تتميز، اللي هم نشوف خلايا زي هيك فيها فراغ، الفراغ هذا او الخلايا بنسميها الكويلو سايتس، بنسميها الكويلو سايتس. هذا بالنسبه له اللي هو الانفكشنز ديرماتوسيس اللي هو الانفكشنز تاعيت اللي هو السكن. طيب تعالوا على مجموعه الديزيز اللي بعديهم. عندنا مجموعه من الديزيز بتصيب السكن اسمها البولس ديزيزز. فولس ديزيزز في عندنا اثنين اساسيات، واحد مش اساسي كثير. اثنين الاساسيات هم مين؟
عندي الأول اللي هو البنفيغاس فولجاريس، والثاني اللي هو البولس بنفي جويد. طيب الاثنين هم عبارة عن autoimmune disease. طيب autoimmune disease هم يتم إنتاج antibodies. بالبنفيغاس فولجاريس بكون في عندي auto antibodies on اللي هو الديزموغلاين، تمام، ديزموغلاين 1 or 3. والانتيبوديز هاي بتكون عبارة عن IgG antibodies، تمام. طب وين الديزموغلاين 3؟ طلعوا لي هون عشان احنا نميز. نعتبر انه هاي السكن عندنا، راح نشوفها في الصور تحت. عندي اللي هو في الطبقة الأخيرة من الابيديرمس، هون عندي هاي الخلايا، ايش بنسميها؟ هاي الخلايا الموجودة في الطبقة الأخيرة من الابيديرمس، هاي البيزل سيلز، ماشي؟ البيزل سيلز بتكون ملزقة في اللي هو في الديرمو ابيديرمال جنكشن عن طريق روابط، شو بسميها؟ بسميها هيمي ديزمو سومز. تمام، بسميها شو؟ هيمي ديزمو سومز. ممتاز. طب وفي عندنا فوق البيزل سيلز في عندنا هون كيراتينوسايتس. كيراتينوسايتس هاي بتكون مشبكة مع بعضها ومع البيزل سيلز اللي هو البروتين اللي قلت لكم عنه اللي هو الديزموغلاين، تمام، اللي هو هذا الديزموغلاين. طيب في البنفيغاس فولجاريس الاوتو انتي بوديز بتدمر هذا البروتين، فبصير في عندنا فصل بين الكيراتينوسايتس، لكن البيزل لاير بتضلها شو؟ بتضلها ملزقه محلها، بتضلها ملزقه محلها. فهون شو بصير في عندنا؟ بصير في عندنا اللي هو سوبرا بيزل اكانثولايسيس، يعني الكيراتينوسايتس بتنفصل عن بعض فوق البيزل سيلاير، اما البيزل سيلاير سليم وما بكون فيها اي شيء، ما بكون فيها اي شيء. شو بنشوف هون؟ بنشوف فيزيكلز اند بليسترز او بولا. الفيزيكلز البولا هي عباره عن ديجنز تكون فلويد فيلد، بتكون فلويد فيلد، اذا كانت اقل من 5 ملم فهي فيزيكل، اذا اكثر من 5 ملم فهي بولا، فهي بولا، تمام. طيب هون كمان ممكن نشوف صور الاميونوفلوروسنس. الميونوفلوروسنس اللي هو منشوف الانتي بوديز اللي موجودة عندنا تحت اللي هو الاشعاع. هون الميونوفلوروسنس وين بدها تكون الاوتو انتي بوديز؟ بين الكيراتينوسايتس، بيكون في عندنا انتر سيلولار جرانيلر اي جي جي ديبوزيتس، تمام، بتكون عندي بين الخلايا، بتكون عندي بين الخلايا. بالبولس بنفيجويد كم في عندي اوتو انتي بوديز، عباره عن اي جي جي. وين؟ اون هيمي ديزموزومز، على الهيمي ديزموزومز. فبالتالي المهاجمه بتكون وين عندي؟ هنا. فبالتالي البيزل لاير وما فوقها بيطلع لفوق، بنفصله عندي عن الديرمس، بنفصله عندي عن الديرمس. فايش بشوف؟ بشوف اللي هو سب بيزل اكانثو لايسز، وشوف نفس الشيء فيزيكلز وبولا وبالميونوفلوروسنس. وين بشوف الانتي بوديز؟ بشوف الانتي بوديز على اللي هو الديرمو ابيديرمال جنكشن فقط. فبالميني فلوروسنس بكون في عندي لينير ديبوزيشن اوف اي جي جي، وين؟ على الديرمو ابيديرمال جنكشن، على الديرمو ابيديرمال جنكشن. طب الديزيز الثالث اللي عندنا اللي هو الديرماتيتس هيربيتي فورمز. بالديرماتايتس هيربيتي فورمز انا بتكون في عندي هون اوتو انتي بوديز، لانه نوع من الاي جي اي. طيب بدنا نعرف كمان انه الديرماتايتس هيربيتي فورمز بيجي مع السيلياك ديزيز، تمام، بيجي مع السيلياك ديزيز. على الامينوفلوروسنس شو بشوف؟ على الامينوفلوروسنس بشوف اللي هو اي جي اي ديبوزيتس، وين؟ on tips
اوف ديرمال بابيلا. تمام على التيبس اوف ذا ديرمال بابيلا. واخر شغله هون ممكن نشوف شو النيوتروفيليك اجريجيشن. ممتاز جدا. تعالوا خلينا ننزل على الصوره نشوف. في الصوره اللي عندنا اللي هون شو شايفين احنا هون؟ في عندنا هون شايفين في الليجنز هاي عباره عن فيزيكلز. تمام؟ برضه في عندي ليجنز او فيزيكلز او بولا وين؟ على الاورال ميكوزا. لو طلع تحت الميكروسكوب طلعوا ها البيزل سيلاير هيها موجوده لساتها ملزقه. السيبريشن وين صار عندي؟ فوقها. فلما اشوف سوبرا بيزل اكانثولايسز ماشي، سوبرا بيزل اكانثولايسز هاي مع مين؟ مع البنفيجاس فولجاريس. هاي مع البنفيجاس فولجاريس. وجود البيزل سيلير انهم ثابتين بنسميها تومبستون ساين. تومبستون ساين. تومبستون ساين. طيب لما يجي عندنا الميونوفلورسنس طلعوا عندنا الانتي بوديز وين متراكمه؟ الاشعاع وين عندي؟ موجود بين اللي هو الكيراتينوسايتس. فوجوده بين الكيراتينوسايتس هذا دليل انه الانتي بوديز عم بتهاجم الديزموغلاين الموجود بين الكيراتينوسايتس. هاي وين نشوفها؟ بنشوفها ب اللي هو البنفيجاس فولجاريس. فهون بالاميونوفلورسنس عندي انترسيلولار اي جي جي ديبوزيتس، انترسيلولار اي جي جي ديبوزيتس اللي هما بين الخلايا اللي عندي. هاي الصوره كثير مهمه بتجينا، يا اما بيجونا الصورتين هذول مع بعض، يا بتجينا صوره من اللي فوق هون مع صوره الاميونوفلورسنس. هاي ديروا بالكم عليها. طب عندنا هنا بالصورة هاي نفس اللي شفنا فيزيكلز وبولا، هاي هم في عندنا فيزيكلز وبولا. طيب هنا في عندي فيزيكلز وبولا. طيب كيف بدي أميز أنا إذا هذا بولس بنفيجويد أو إذا إنه بنفيجاس فولجاريس؟ هنا بتمييز بكون عن طريق الهيستولوجي، هاي وهاي أو الإمينوفلورسنس. طلعوا هنا البيزل سيل وما فوقها ماشي، البيزل سيل وما وما فوقها صار شو ماله؟ طلع عندي لفوق انفصل، فهذا دليل انه اللي تدمر عندي الديزموسومز اللي كانت تربط ما بين شو؟ ما بين البيزل سيلير والديرمس، فهون صار في عندي اكانثولايسز، كل البيزل سيل وما فوقها طلعوا لفوق انفصلوا عندي، هذا الاكانثولايز بنسميه سب ابيديرمال اكانثولايسز، سب ابيديرمال اكانثولايز او سب ابيديرمال بليستر. بقول لي الابيديرمس ما فيها اكانثولايسز، ليش؟ لانه ديزموغلاين ما تدمر عندي، اللي تدمر عندي الهيموديزموزومز، فانفصلت الابيديرمس كامله طلعت لفوق عندي، تكونت عندي البليستر اللي بسميها سب ابيديرمال بليستر او سب ابيديرمال اكانثولايسز. طلع هون بالامينوفلورسنس تراكم الانتي بوديز على خط الديرمو بيديرمال جنكشن. اذا هون عندي لينير ديبوزيشن اوف اي جي جي، هذا وين بنشوفه؟ بنشوفه بالبولس بينفي جويد، نشوفه بالبولس بينفي جويد. فلازم اذا اجتنا الصوره هاي ما تخافوا، اذا اجتنا الصوره هاي لازم يجينا مع الصوره هاي، او يحكي لنا في الكيس او في الوصف او في السؤال معلومات عن البولس بنفيجويد اللي حكيت لكم عنها فوق، اللي حكيت لكم عنها فوق. تمام، فهذا الهدف من المعلومات اللي بعطيكم اياها، انه ممكن تيجي صوره لحالها جروس مورفولوجي ماشي، وتكون الصوره شوي مبهمه، لكن من المعلومات اللي بعطيك اياها بالسؤال تقدر تحل السؤال انت. وهاي المعلومات اللي بعطيك اياها في السؤال انا اعطيتك اياها فوق، انا اعطيتك اياها فوق. طيب نيجي على الديرماتايتس هيربيتيفورمس، نفس الاشي بشوف فيزيكلز ولا هاي هو. طيب عشان اميز لازم اشوف الهيستولوجي، الهيستولوجي والاميونوفلورسنس. بالهيستولوجي هون لا بشوف لا اكانثولايسز ولا شيء، بشوف عندي هون شويه نيوتروفيليك اللي هو اجريجيتس، نيوتروفيليك اجريجيتس. وعلى الاميونوفلورسنس شو بشوف؟ بشوف اللي هو ديبوزيشن على التيبس اوف ذا ديرمال بابيلا هون بس القمم. هاي مميزه للديرماتايتس هيربيتيفورمس. والانتي بوديز بتكون عندي قلت لكم شو هي؟ IgA بتتجمع وين؟ على التيبس اوف ذا ديرمال بابيلا. وهون هاي اسوشيتد مع شو قلنا؟ اسوشيتد مع السيلياك ديزيز. هاي يعني ممكن انه يجيب لك الصوره الصورتين هذول لحالهن او واحده منهم ويقول لك بالكيس انه المريض معه سيلياك ديزيز. تمام، معه سيلياك ديزيز. فاذا قال لك انه معه سيلياك ديزيز بحكي انه الليجن اللي قدام الديرماتايتس هيربيتيفورمس، انه الليجن اللي قدام الديرماتايتس هيربيتي فورمس. تمام، هذا بالنسبه له اللي هو البولس ديس اوردرز. هتوقف لهون، نكمل ان شاء الله في الفيديو القادم، راح نبلش حديثنا عن السكن تيومرز. يعطيكم العافيه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.